مرحبا شباب قبل كل شيء صلء عن نبي محمد أفضل الصلاة. وهي بنبدأ في الحلقة السابقة حين كانوا يتنمرون على تلميذ الكنيسة من أتباع الشيخة، وأنا رأيت معلمة يقاتل يمبا نسميه بالغاضب لا يهم اسمه، ونرى يمبا ينطلق نحو الغاضب ويتصادمون بالضربات، ونرى غاضب التراجع على الخلف ويقول جينج جون كيف تجرؤ أن تسيء التصرف مع إمبراطور. يمبا راجع أم جينج جون ويقول غاضب تقتل تلميذي كيف تركك تعيش أنا إذا أطلب العدالة هنا. ويقول تشينغ جون هل هو ابنك الغير شرعي إذا سوف تنتقم له. ونرى ينطلق نحو الغاضب ويقول هراء لنا دعك على قيد الحياة اليوم. ويقول تشينغ جون لي وانبا أقضى على ذلك من أجلي. ويطلق يومبا ويقول حسنا. ونرى يضرب اليوم يقول له سوف تموت. وانا غاضب يقول له سوف تندم على ذلك. وينطلق نحو الغاضب نحو يومبا ويقول له يومبا لا تحاول الهروب. ونرى يتصادمون بين بعضهما. وتفكر الشيخة انه قوي جدا. اين جنة تشين جيون الرجل قوي؟ هل يمكن ان يكون النيري؟ تم رسالة من قبل بانغرا وتاو الخلفي. ويقول باي سموك تريدنا نتصرف. ويقول تشينغ جون لا داعي لا تقدر على يومبا اذا غضب لا احد يستطيع ايقافه باستثناء سيدك ووغينغ. ويأتي الشخص ويقول شكرا لك على مساعدتك انت لطيف جدا صاحب حياتي لا اريد لك. ونرى باي مستغرب. ويقول تشينغ جون لا شيء. ونرى خاطر باي صاحب السمو لديه دم الوحش الحاكم. ويفكر تشينغ جون زميل جيد اذا قبضت على هذا الرجل ونشط خط ذكاء دم النمر الابيض يمكنك تربيتك وحش حاكم في البلاد ليس كذلك؟ ويقول ما الفائدة من شكرك شفهيا لماذا لا تنضم لي؟ وتقول شيخة لا يمكن أن أرجي كنيستنا مقدسة. ويقول تشينغ جون هل هو كذلك بدون مساعدتي؟ هل يمكنك حمايته من قاع السيف؟ يمكنك فقط انضمام لي إن لم يفعل فلن أحميه. وأنا تقول أنت. ويقول تشينغ جون لا تقلق أنت زميل وسامي طالما ردتنا عيدك. ويقول الفتى عادك بين أصطاب بك منها سنتنضم لك الرجاء حمايتي. ونرى التصادم بين يومبا والغاضب. ونرى يومبا ينطلق نحوه ويفكر الغاضب من هذا الرجل بحق الجحيم هناك قوة استبدادية. ونرى يومبا يضرب باري يسقط على الأرض ويفكر فقط بالقتل لكن يتدخل شخص ويقول توقفوا. ونرى حارس المدينة يقول لماذا القتال في العاصمة الإمبراطورية جنار يو جو جو اليانغ. ويقول الغاضب جنرال هذا الشخص هو الحارس هذا الرجل الذي قتل تلميذي ويريد قتلي. ويقولون الجنرال تشو ليان ثالث أقوى رجل في عاصمة إمبراطورية تقدم الإمام لانتهى. قام تشو ليان بحركة ولم يستطع ليوان با حق قلب العاصفة. ويقول تشينغ جون ما نوع التدريب الذي مارسه تشو ليان؟ ويقول تاي باي الطابق الثامن من أرض الخيالية. وتقول شيخ فيرلاند ونرى يصفى يقول عالم سعادة جنيات الأرض الذي يصلون إلى هذا العالم يمكنهم السير جانبه في المنطقة الجنوبية بأكملها. وتفكر شيخ هذا الشخص يمكن أن يرى تدريب تشوليان لا يعني أنه قوم تشوليان خلف تشينغ جون من هذا العملاق الذي يقف هناك. وانا الجنرال يقول كيف تجرؤ على ارتكاب جريمة قتل في العاصمة الإمبراطورية؟ ويقول لهم موت. وانا يمبا ينطلق يهاجم لكن يقول هذا ليس جيدا. وانا خلفه يضرب يمبا ليطير بعيدا ليحدث انفجار بالارض. ويفكر تشينغ جون هذا الاحمق تشوليانغ كان قوي الدرجة ان يمبا ربما قتل خلال ثوان. ويقول شا سموك هل تريدنا نتصرف؟ ويقول تشينغ جون لا هذا النوع من الاشياء لا يحتاج يديك. ونرى سريعا الجنرال يقول تشينغ جون ليومبا يمكن ان يدعم نفسه. ويقول غاضب جنرال هذا الرجل امر ليومبا بقتل تلميذي. ونرجع يقول هل ما يقوله صحيح؟ ويقول تشينغ جون هذا شيء قديم
انت الشخص الوقح النتن والمنبوذ، ابنك يظلم الناس ويسرق بناتهم، واذا خرجت وقفه يريد قتلي لا يمكن دفاع عن نفسي. ليس لديه دعم قاسي ولا حاكم، ليست مثلك يمكن اكفال ما تريد باسم المقدس. انا خائف جدا حتى اريد البكاء. وانا بقول ايه، لا تصدق ان من مملكه انه من دون مستوى يتحدث بالامانه ويقول للناس هذا. تاني ان نحن في من مملكه دون مستوى، نعم نحن جميع بشر، لماذا نحط من قدرنا بهالطريقه؟ كما قال انه يسلك الطريق الصحيح، ولكن بقلب هكذا قد لا يكون افضل من طريق الشر. حقير، هناك اكثر من سلاله في المنطقه الجنوبية، ولا يجب أن نعتمد على نانشاو. ونراجنا يقولون توقفوا، ونطلق قوته ينبغاضب جدا ويقول سوف أشوهك. وينطلق يومبا مباشرة ويتصادم مع الجنرال، ويضرب الجنرال ويطير بعيدا، ويقولون يا له من شخص شرس يا إلهي. ويفكر غاضب كيف ارتفعت قاعدة تدريب الشخص بسرعة، تم امتصاص الغاضب. ويأتي يومبا يقول لموت، ويضرب الغاضب ويطير أيضا بعيدا. ونرى الشيخة تلزم تشينغ جون وتقول نهرب. إذا استمرت في ثار متى ستقع حتى في موقف ميميت، لكن مقاربة بقوة أهل العاصمة الإمبراطورية في جم سلالة تشو الجنوبية. ويقول تشينغ جون حسنا وغين ساعدني في عادة وان باي. وينطلق يومبا شسم الحارس يتفاجئون به، هنا يطلق قوته ويقول إذا تجرأت على الثار متى في العاصمة الإمبراطورية، حتى لو كنت أشخاص مستفيد ستعاقب. عامر يقول ليومبا ومنطلق نحوه يتصادمون مع بعض، ونرى التصادم قوي، ونرى يومبا لم يتحمل ويتراجع وينطلق نحو الجنرال. ويقول يومبا هذا ليس جيدا، ورمح على وشك ضرب يومبا، لكن يتدخل شيا ويمسك الرمح. ويفكر الجنرال قوة طاغية كهذا لا يمكن التحرك على الإطلاق، ويقول أشياء لا تجاوز الحدود. ونراجنا يقول من سيتجاوز الحدود، ويعود يهجم على تشيا، لكن تشيا يتصدى إليه ويرميه بعيدا. ويقول تشيا سموه سمح لك بالمرور. ويقول يومبا اوه، ونام يعودون الى تشينغ جيون. ويقول غاضب متى سترون العرض يا رجال الكبار؟ وانا شخص اتى سيد فصيل السحاب العتيقة وجيان. يقول لا يزال علينا تنظيف فوضى وفق الرغبة على شين، ما الذي تفكر فيه؟ ويقول غاضب اوه وجيان، ليس انت سيد اعضاء قطاع سانغيون في السلالة، يجب ان نقاتل معه. ويقول اوه يا للعار، اخرج من هنا لا تضربني. ويقول غاضب اوه وجيان انت. ويقول تشينغ جون يا ابنا. ويقول اوه هل تريد الهروب؟ ويقول تشينغ جون لا تعتقد اني تم القبض علي من قبلك ووضعت في السجن ثم تعرضت تعذيب. وانا ويقول لا تريد مشاك في فنون دفاع عن نفسي كبرى، هل من مناسب مغادرة الآن؟ هاي هاي هاي، إذا وعدت بعدم إثارة مشاكل مرة أخرى يمكن قطاع سانغيون لديه تدخل لصالحك. ويقول تشينغ جون أنت. ويقول التاي باي، سموك رجاء وافق سيكون قين لونغ ومن مساعدة كبيرة لك من الضياء تفوتها. ويقول تشينغ جون هل تريد أن تساعدني؟ لا تريد قبولي كتلميذ؟ ويقولوا أما بحاجة لمعلم، أنا لا أستطيع مقارب الرجل الذي خلفك. ويقول جنرال أو جيان هل تمتأكد من أنك تريد فعل هذا؟ ويقولوا ماذا، أنا سيد فصيل تشاغيون، لم أحمي حقوق شخص بعد. أم تعني أنك جميع الفصائل سبعة باستثناء شين جيان تاغي نكته؟ ويفكر تشينغ جون هذا هو جيان، لديه موقف سيتجاوزه اليوم، لكنه ودود جدا تجاه لديه شيء يريد ان يسالني عنه. ويقول ويضحك هل يمكن الذهاب الان؟ غدا ستبدا في قتال غيان لونغ، يا رجل عوده الراحه قليلا. ويقول وبالتاكيد.
ويقول جنرال سيتم استماع بالتأكيد لما حدث اليوم من قبل سيد الأعلى أو جيانكن حذرا وهو يرحل، ولم يتمشون ولا يحسون بشيء عن يتنصت عليهم. ويقول تشينغ جون متجسس علي، ويقول شا يبدو أن القصر لاحظنا. ويفكر تشينغ جون إذا هل كانت هذه لإدراك الحاكم إمبراطور جنوب زوه ويت النظام ديقي شامون ملحاط الخط الفرعي للهروب من مطارد إمبراطور جنوب زو. المهم إمبراطور جنوب زو يعاد المضيف، سيقوم بإرسال أشخاص مهاجمة وقتل المضيف خلال الخمسة أيام القادمة. إذا استطاع المضيف الصمود لمدة خمسة أيام سيتم إكمال المهمة ولا يسمع للمضيف مغادرة عاصمة إمبراطورية خلال خمسة أيام. تم حفظ المهمة بنجاح الحصول على 200,000 نقطة خبرة وسحب عشوائي. وتشينغ جون يقول داعي يفعل ما يريد، تعال واحد تلو الآخر أو زواجا أنا مستعد أن أقتلكم جميعا، سيضاف هذا كل النقاط خبرتي. وبالمناسبة كنت بقى في طائفة بوابة النمر الأبيض وأنا رئيس. ويقول لا يزال هناك 19 تخصصا إنهم يتدربون في الخارج والباقي يبحثون عن تخصصات في العاصمة إمبراطورية تعزيز قوة طائفة بوابة النمر الأبيض. ويقول تشينغ جون 19 عدد قليل جدا. ويقول تاي باي لا يهم انهم قليلون، فربما يمكنك ارجاع حياة طائفتنا في ايدينا ونتجاوز امجاد الماضي. يبدأ الضحك ويقول شكرا كلامك الجليل ونرى الشيخة غاضبة جدا. ويقول تشينغ جون اوه هيا هيا بنا نمضي، لقد حل الليل نحتاج الراحة، هو بمجرد يحاول الهرب. ونعلل ويعود المنزل. ولقد انتشرت اخبار حادثة بين تشينغ جون وجيان لوتشن وتاوشو وشاوليانج واشخاص اقوياء اخرين في جميع انحاء عاصمة امبراطورية بشكل سريع، والجميع كانوا يتحدثون عن تشينغ جون وانا يتدرب ويت النظام. يقل اتمام مهمة جانبية واحدة في نادي نانزو، كيالون سوف يمنحك 200,000 نقطة خبرة، فرصان يتم استدعاك بواسطة حكم الشياطين وسحب الناصب عشوائي. تاني المضيف تجاوز المستوى الثامن من ملك الطور الذهبي. ويقول لقد انتهى الامر اخيرا، ابدا سحب عشوائي. ونرى يبدا السحب العشوائي النظام ويحصل على قوة الفتى الأحمر الغير عادية حريق ساماته الحقيقي. ويقول تشينغ جون وهو سعيد حريق ساماته الحقيقي اللعنة، هذه القدرة تصيبني بالجنون. لقد هزم الفتى الأحمر والد القرد على الطريق الغرب باستخدام حريق ساماته الحقيقي. ونرى يقول حسنا تبدأ التدرب عليه ويطلق إلى السماء والأرض. وبدأ الجميع يراه ينطلق بعيدا ويقولون ما الذي يحدث، ونا قوى السماء والأرض إنها كارثة. ويقول داجي هل سيتسبب هذا الفتى في عصره مجددا؟ ويقول شا هذه الكارثة مختلفة عن العواصف التقليدية التي تحدث في المملكة، هل ممكن أن تكون قدرة غير عادية؟ ما الذي يحدث؟ هل يوجد شخص في هذا العاصفة؟ لكن العاصفة في مرحلة طور الذهب ليست قوية جدا، يبدو أن هذا اتجاه أن قوة تشينغ جون والآخرين نذهب ونلقي نظرة. ونرى تأتي الشيخ ويرى شاه ويطلق قوته ليحاول التصدي للهجوم لينشأ حاجز. ونرى هجوم الكارثة يتصدى له. ويقول شاه يبدو أن القدرات غير العادية التي تم منحها من قبل جلالته ليست بسيطة. ونرى ينطلق فوق وانا شيو يقول قدرات غير عادية. تشينغ جون الذي كان في المستوى الثامن مملكة طور الذهب غير متوقع ان يصل قدرات غير عادية، انه شرير شرير جدا. وانا تشينغ جون انت ولكن حاول الضغط عليه اصمتوا، كيف يمكن تكون نار سمادي حقيقية اكثر تعقيدا من 36 اسلوب الخاص بتيان جان في ذلك الوقت؟ هنا قوة قوية يطلقها ويقول لقد نجح الأمر، يبدو أن هذه القوة قادرة على حرق العالم وتدمير كل شيء. هل هذا ناسا ماد الحقيقية؟ لقد قال جوان نازي هذا ذات مرة أن ناسا ماد الحقيقية ليست نار عادية،
تتدفق من العيون والأنف والفم إنها مركز الروح وتنسب إلى سمادي، تغذت وانفصلت عن المركز ثم تجمعت كلها في مكان واحد مكون النار. أنا أعتمد على النار سمادي الحقيقية للقتل في مكان سيدقي الحاكم النار. ونرى جان ويقول هذا قوم قوي للغاية صحيح، وأنا أدمر منزله. ويقولون أي نوع من القوى اللي بهذا قدرات جرائتك غير عادية ليست بسيطة. ويتنظم ويقول الدين تاع المضيف المهمة قدرة نار سامادة الحقيقية. ويقول شين جون هو لقد انتفى من دمجنا، رغم ذلك لا يمكن عادته. أوه لماذا لا تدي ملابسك أولا؟ يقول يومبا ونرى يحترق يومبا ويسلمس النيران. ويقول لشين جون هذا الكائن وحيد الخيل حقيقة إنه يجرى على لمس أي شيء. مبروك جلالتك للوصول إلى أعلى أفاق من قدرات غير عادية. ويقول ما المشكلة هي فالنمرة لقد انتهى كل شيء. هاي في هل أردت من قبل أن تستيقظ طوال الليل؟ ويقول في شيو سأغادر الآن. ويقول شينغ جون هاي لقد احترق منزلي، هاي يمكن أن أبقى معك هذه الليلة يا داجي. وتقول داجي بكتاكي سيسمع الخليات بخدمة جلالتك الليلة، تفضل معي جلالتك. يأتي شينغ جون الغرفة تاج ويفكر مثير حقا، الليلة حقا الليلة لطيفة، يجب أن انتهز فرصة المحاولة استدعاء حكم الشياطين، ربما مارس عب معه أيضا. هي النظام ابدأ استدعاء شوية الحكم مروحوش، يبدأ استدعاء وتم استدعاء أحد المغنيات. تعني المضيف لقد ربح حكم الشياطين، حكم الشياطين في طريقهم الآن. ويقول شينغ جون أوه لقد نجح الأمر داجي، في الواقع من أول يوم رأيتك فيه. وتأتي داجي وتنظر لي بعينان مليئة بالحب وتقول انظر لعيني يا صاحب السمو. ويقول شينغ جون داجي وأخيرا يفكر اللعنة لماذا لا أستطيع أن أتحرك؟ هل أنت؟ ونرى داجي تقول لا أنت لا تستطيع أن تتحرك يا صاحب السمو صحيح؟ قوتك الحالية ضعيفة للغاية، إذا أردت أن تحصل علي لذلك يجب على جرائك تكون أقوى مني. ويقول شينغ جون ما الذي تقولينه؟ انتبه إلى كلامك. وتقول داجي كما قلت هذا مكافأة مبكرة لك وتقبلك إن صبرت جدا يا مولاي. ويفكر شينغ جون يا داجي سيكون الشخص الذي يحصل عليك قريبا. وفي اليوم التالي حاولة هيا اخرج من هذا المكان ليس امثالك. يقول ليمبا ويقول حاول لا اريد الذهاب، اريد ان اجي صاحب السمو. شينغ جون يا صاحب السمو شينغ جون لقد اتى تشانغ جياو تي بينضم اليك. ويقول ليمبا لماذا تريد ان ترى صاحب السمو؟ شينغ جون اخرج من هنا هيا بسرعة. ويقول شينغ جون ان الوقت مبكر جدا، ما هذه الضوضاء؟ ويأتي النظام ويقول له لقد وصل الشيطان تشاو جياو من فولكير سباق الارض، تم تصليح كمملكة جيندان مستوى التاسع، جون جوفا تايبين جينج الروح مشوشة، السلاح السحري تعويذة صفراء طرد الارواح الشريرة، مقدار الوفاة 92. ويأتي تشانغ ويقول انا دا تشانغ تياو حاوي حكيم، واتيتي لونا لكي انضم الى صاحب السمو. ويقول شينغ جون شانغ 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 جياو، وهو مستغرب ويفكر هذا الشيطان الذي استدعيته من مستوى التاسع من مملكة طور ذهبي انه ضعيف جدا، ليس كذلك انه اعلى مني بمستوى واحد. ويقول النظام الروح المقدسة واحد مشوش. ويفكر شينغ جون انتظر هل هذا الفتى لديه روح مقدس حقا ام روح مشوش؟ ويتذكر أنه في النهاية سلالة هان الشرقية لقد قام هذا الفتاة بتحضير إضمات الألف من الفلة هنا للثورة قبل أن تنتبه المحكمة. يمكنك أن ترى القدرة على التشتيت هو طريق الانحراف إذا وضعت في دولة عدائية إنه قاتل كبير. ويقول شينغ نعم يا صاحب السمو، حدسي يخبرني أن رحلتك ستغير شأن المنطقة الجنوبية. ويقول شينغ جون وهو يضحك شكرا جزيلا يا تشانغ جياو، ستكون خادمي من الفساد، أتمنى لا تخذلني. ويقول شينغ لن أخذلك بالتأكيد يا صاحب السمو.
ويقول لهم بعد شخص ضعيف جدا يا صاحب السمو لماذا وافقت عليه؟ ويقول تشينغ تشون في بعض الأحيان يعتمد هذا العالم على قوة جسم يا يومبا. ويقول يومبا لقد سمعت عنك يا شيخ جيا وانت حقا مستبد وسليط اللسان وصريح لكنك في الواقع لديك قلب طفولي. ويقول تشيانغ نعم انا تشيانغ جيا وايضا سمعت عنك ليا يا ليومبا الشخص الذي لديه تاريخ طويل من السمع الطيبة كقائد مطارق المزدوجة وانا لست شخص عاديا ايضا اعتقد اني صغير نظرة خلي عني. ويقول تشينغ جيون انا اثق بك لدي صغير من حاضرين لذا دعنا اعرفك ببعضهم. وبعد حين لقد التقى تشيانغ جيو بالجميع ويقول لا انت لا تحتاج ان تكون عادانا ايها الاخ تشيانغ جيو نحن جميع رجال صاحب السمو ونامل ان نتعايش بسلام في المستقبل. ويأتي صوت لقد وصل جميع معلمي في الدفاع عن النفس من فضلك اجتمع بهم في قائمة القصر. ويقول فقط في الوقت المحدد بعدما يدرك الجميع ان مسابقة الدفاع عن النفس قد بدأت هيا نذهب ونشارك في الدفاع عن النفس وننطلقون الى القمة والساحة ومجد جميع. ويقول ان جاذبية سلالة نازو حقا مخيفة الشيخ خايفة. ويقول نعم والان حاك العباقر في الميدان براطوري نازل سوف يكبرون تسك تسك ونا شبح يخرج. ويقول لقد ضاع حاكم الجنوب امبراطوري نان السيد وانغ انه مجرد شبح وصابني بالضغط الشيار القوة هذا الاخ صحيح. ويفكرون هذا هو الزعيم نانزل الذي ارسل اشخاص اصطيادي وقتلي هل هو قبل فاقة وانا لا اعرف اذا كان يستطيع شياو جين خزيمته. ويقول شبح النسخة الثالثة من مسابقة الدفاع عن الناس الناس في شيالونج على وشك لن تبدأ الجميع هنا في شيالونج. أتمنى أن تشجع الدفاع عن الناس ويصب صريخكم إلى السماء هذه المرة. أنا هنا الآن لكي أعلن عن قواعد خاصة بالسنة من المسابقة شيالونج. تنقسم مسابقة الدفاع عن الناس في تشيانلونغ إلى 3 جولات، الجولة الأولى والجنوبية، الجولة الثانية تحديد أفضل 100 شخص، والجولة الثالثة تحديد أفضل 10 متنافسين. أفضل 10 متنافسين يمكن اختيارهم تدريب في يولين لمدة شهر واحد، ويمكن الأفضل 100 أن يتم مكافأتهم بمكونات مختلفة من الأحجار الروحية والمهارات والأدوات السحرية، وأيضا يختارون أن ينضموا إلى واحدة من الطوائف 7. يمكن اختيار أفضل 10 متنافسين لاستجمام في كل شيء من الثقافة. يستطيع 1000 من العامة المشاركين في الدفاع عن النفس أن يختاروا أن يدخل محكمة إمبراطورية بالصفة الرسمية. ويقول با يا زعيم هل تستطيع هزيمته؟ ويقول تاي با ليس لا هو أنت أقوى في سلاح نانزو. لا يزال هناك شخص كبير مختفي في قمة القصر لكنني لا أستطيع أن أقاتل هناك أيها الأخشاء. ويقول تشانغ يجب علي أن أستعد مسابقا تمهيد مشاركتك لذلك سأذهب أنا أولا. ويقول تايب حسنا فتذهب. يقول لباي لماذا تركت إذا بيا الزين ماذا لو هرب؟ ويقول تايب لا تنظر لقدراته البسيطة لكنه يمتلك مهاراته الفريدة الخاصة به. ويقول إمبراطور الجولة الأولى من المسابقة سهلة يجب على كل المقاتلين أن يجلسوا متربعين الأرجل على الفور ويمتصون من هالة وريد التنين من على الأرض وبعد ذلك سيفتح راسك تشي جوي بواسطة عصا وعود بخور تنافس نرى من لديه أكبر ضغط هو ونحدد أفضل 1000 شخص. ويفكر تشينغ جون هذا أكبر من مملكة الحكمة بكل تأكيد هذا الشخص الكبير لابد أن يستهدفنا أنا. ونرى ينظر إليه بابتسامة على الرغم أن حكمة هذا الشخص الكبير لم تسفر عن شيء فإن حكمتي من المستوى العالي والفجوة في المملكة يمكن ملوتها عن طريق التدريب. هل تمزح معي لم أفر من هذا؟ الجولة الأولى من المسابقة تبدأ رسميا والجميع يجلس تدرب. ويقول يومبال يجب أن أتعبك يا صاحب السمو. وانا اقول لتشينغ جون اذهب هناك يا يومبا باي واحضر بعض الطاقم تذكر لا تتراجع.
ويقول له ينبحث وينطلق، يضرب اشخاصا ويجلس التدرب، هنا تطلق الطاقة السماء والأرض والجميع خائفون. وتنطلق أيضا تشينغ جون قوته ويقوم السرعة التي يمتص بها تشينغ جون واليومبل هالة غير طبيعية، ليس كذلك؟ لقد سلبت كل الطاقة الروحية وتحولت إلى مكان آخر. ويقول باي كانت خطوة سمو ذكية حقا، وقد أرسل ليون با عمدا بين مجموعة من المحاربين مهر الذين يتمتعون بأعلى مستوى من الصقل. ويقول تاي با إذا تم القضاء على أقوى مجموعة من قاتلين الدفاع عن الناس في الجولة الأولى فمن المحتمل أن تصبح مسابقة شيان لوغ فنون قتالية مزحة وتقود داجي، لا أعرف كم من الوقت يمكن أن يتحمل إمبراطور لو. ويفكر تشينغ جون هم أبث معي سارك ما تستحق، مع ذلك فإن آلة التنين التي امتصها في جسدي لم تغادر جسدي، فلماذا؟ هناك عمود من الهواء يخرج من على رأسي، هل يمكن أن يكون هناك لغز مخفي في الأرض في هذا المربع؟ وقل النظام اختراق برقوس قزح الأجوان المستوى الرابع للتغييرات الرئيدية. اختراق هذا العدد الهائل من التغييرات يمكن أن يجعل الباقي يشكل طبقة دفاعية حول الجسد ويحسن أيضا السرعة والقوة التدميرية. تسكي هذا قوي جدا، يمكن أيضا أن تنمي هذا وريد التنين، هذا الجسد المقدس غير قابل للتدمير، هذه المرة ستكون مسابقة مثيرة جدا. النظام دين تاني المضيف في الحصول على أثر هالة التنين. هالة التنين طالما أطلق إمبراطور الجنس البشري على نفسه اسم التنين الذئب، لذا فإن روح التنين تشير أيضا إلى روح إمبراطور. يختلف عن جنس التنين الصافي، فقد وقع الجنس البشري عقد مع سلالة التنين القديم في العصور القديمة، والتنين الذئب توسع المخالب. كان يحس إمبراطور البشري لا تستطيع السلالة العادية تلقى هذا الحماية، لكن إمبراطور يستطيع ذلك. هناك أنواع عديدة من هالة التنين في الوقت الحالي، لا يحصل المضيف إلا على أثر الهالة غير مكثفة، لكن بسبب أن المضيف قد امتص كرة تنين ودم براطوري يجي في عروقه أو تحت هالة وريد التنين، ستحصل على أثر الهالة التنين تسمى هالة إمبراطور. إذا كان ممكن تكوين طاقة تنين فيمكن رجع الأرواح الشريرة وطاقة جميع الكائنات حية. وانا تشجون سيقول راح اذا لابت لي من عمل جدي اكبر بعد كل شيء، انا شخص يريد ان اصبح امبراطور، كيف افرط في روح التنين لدي؟ ويقول ساق اليوم بهذا الرجل وحش، يا لا اللي حول هذا الرجل قتل الجميع، يا لا من هالة طاغية ابتعدوا عنه. ويقول انا خرجت من عقل هذا الهالة، دعنا نركض. لا تشين جون لا اعتقد انه يوم با يمكن ان ياتي لهنا، وإذا لم نصل الطريق فلن نسمح لكم كذاك. وهم يهاجمون يومبا وتشينغ جون ولكن لم يهتموا بهم، ويصلون اختراق بجنون غير مبالين بما حولهم. ونرى تشينغ جون يفكر اختراق برقوس قزح الأرجوان مستويين على التوالي، وتم ترقية الجسد المقدس واكتسبت كذلك أثر هالة التنين، هذه المكاسب ليست سيئة. ويقول إمبراطور في نهاية الجولة الأولى من المنافسة يدخل أفضل 1000 شخص في ارتفاع العمود الهوائي إلى قمة القصر، لدي ما أقول لكم. وينطلق الجميع. ويقول تشا هل نارين نتبعهم؟ ويقول باي من واضح أن اتباعنا لهم مخالف للقواعد، لكن كلام إمبراطور له غريب، في الماضي فقط أفضل 100 شخص هم من يصلوا قمة القصر، أخشى أن هذا محاولة تضييق الخنادق على سموه. وتقول تاج في أسوأ الأحوال حتى لو إذا خسر سموه وناس منافسة فقد تخطى السمعة كل مسامع، ليس هناك حاجة تخطي اختباء شيان لوغ الثاني لإثبات أنفسنا علينا أن نوقفه. ويقول شيا لا تقلقي، إذا كان إمبراطور لو يحك شيا ضد سموه سوف أرد على نجدته. ونرى مصر البوابة. ويفكر تشينغ جون إمبراطور لو هذا الرجل عجوز يخطط الشيء، ونرى يتم فتح البوابة ويقول لهم ادخلوا، ونرى صادق السيف الحاكم والجميع دخل. ويقول شخصين بين المجموعة يمكنه تشينغ جون تعال هنا،
وين يفكر الصفة ما ينوي هذا الرجل؟ نحاول إيجاد طريقة التخلص من تشينغ جون، لكن دائما ما يتخذ جرأة حماية. يمكن يكون تشينغ جون هو ابن غير شرعي ويقول تشينغ جون لا نذهب، يجب أن يأتي فقط أعطي التعليمات مؤدية للجولة الثانية، لا تجد مكافأة على أي حال. ويقول لمغرور هل تعتقد السياسة لنانزو؟ ويقول تشينغ جون لقد كانت جلالتك يخيفني حتى الموت، انسى الامر دعنا نسمع اليك على اي حال، اذا لم استطع الخروج سيعرف جميع السبب ويتم اغلاق البوابة. ويقول تشينغ جون عرفت هذا ولا الاشخاص يخططون شي ما. ويقول لهم بعض من هي اصاب السموح سحفظ على سنتك ما دمت الى جانبي. بعد ذي بدأ تهاني على الوصول للجولة الثانية. ويقول تشينغ جون بعد تهاني ستختني ليس كذلك؟ وانا رأيت هجوم تشينغ جون مباشرة من الشباح، لكن يومبا يتصدى اليه تفاجأ يحدث انفجار، وانا الشباح يحاول هرب، وانا تشينغ جون يخرج من الدخان. ويقول جنرال احمل امبراطور، وانا الجميع يقول تشينغ جون تضع ان هذا العجوز قديم لديه نوع من افكاوي القتل بحج اغتيال امبراطور. هل تحتاج لحماية امبراطور؟ بس اقلق في العالم السماوي يمكنك التصرف بشكل اسوأ. ويقول لك جري الجر على امبراطور ومحاول اغتياله، يا حراس اعدموا هذا الخائن. ويصفق تشينغ جون ويقول راع هذه هي قوة جلالة تعال واقتلني. ويقول جلال الملك هل ستفعل هذا حقا؟ لقد ارتكب جرائم كافيه وما زلت تصر على حمايتي. يقول الامبراطور ويقول ها بما ان جلال الملك عازم على القيام بذلك فلا علاقه لي به، من فضلك افعل ما يحل لك، اريد فقط ان اتاكد انك لن تندم على ذلك في المستقبل. ويقول الامبراطور هم افعلوها. وينطلقون نحو تشينغ جون الجميع. ونرى ينبغى بجد يطلق قوته. ويقول شيا ما باي ما هذا الصوت؟ ويقول تاي باي هذا صوت ينبى صاحب السمو في خطر. وينطلق الهجوم على الحاجز بسرعة ويحاول تدميره. ويقول داجي حطموا الحاجز بسرعة. ونرى تشا يضرب ايضا ويقول تشا تحطم من اجلي. ويقول لعدنا حاجز ضوء الذهب على وشك الانهيار، من هو هذا الرجل؟ لماذا هو بهذه القوة؟ ويقول للحراس توقف عن الاذيان، كل الحراس يأتون لنا وقفوا بسرعة. وبدأ الحاجز يتشقق ليحطم اشياء بسرعة بقوته. لعنا حاجز ضوء الذهب قد تحطم، اسرعوا ووقفوهم. ونهاية تدخل داج وتاي باي واشياء وقم القصر قالوا شيان. وانا يطلقون هجوم نحو تشينغ جون ونحو الشيخ حمايته. ويقول يا الهي هذا يكون بيغي. وانا تشينغ جون يطرق الجرس ويقول جنرال هذا ليس جيد، اوقفوا بسرعة. ويفكر فينشيو في وقت ما ساء مدينة لويان سمع الناس والرهبان حولهم صوت بكاء الاشباح، فهل يمكن ان يكون تعالوا أيها الشبح الأبيض والأسود؟ يتم استدعاهم من قبل تشينغ جون ويقول الشبح الثبات الأبيض والأسود اقتلوه من أجلي، حاضر سموك. وينطلقون نحو الإمبراطور. يقول الإمبراطور هم تقلل من شأني. والإمبراطور يضرب الأشباح الأسود والأبيض بعيدا ويطلق آلة التنين وروح التنين أيضا معه. ويقول تشينغ جون هل هذا هالة التنين؟ ونرى يطلق قواه هالة أيضا طائر. ويقول إمبراطور لغيط تبتغي الموت. ويهاجم يحدث انفجار قوي. ونرى تشينغ جون يقول هو ويسعل كان هذا مخيف كاد يقضي عليه. ونرى مد شخصا يديه تشينغ جون ويقول له مت. ويوعد ويقضي على تشينغ جون ولكن الابيض والاسود يقيدون. اذا تجرت على اذا سموه مصيرك الموت. وجميع يجشى سموه كان قد حضرت. ويقول تشينغ وامسح وجهه له واقبل الارض الدرجة لا يستطيع حتى والده التعرف عليه.
كما تأمر سموك وينطلق شيئا نحو الإمبراطور ليقضى على كل من يعترض الطريقة. ويفكر الإمبراطور هذا الشخص خطير يجب أن لا تقاتل معه، ننسحب الآن. هنا يحاول هرب الإمبراطور من شا ويقول شا لا تحاول هرب، وينطلق خلفه. ونرى الجميع يتقاتلون ولا يطلقون قوة، وباي يقضي عليهم أيضا. وقت الإنسان في 10 خطوات ولا تترك وراك أثر لألف ميل. ونرى أيضا داجي والجميع يشاهد، ويقول تشينجون تسكي هذه المعركة شديدة حقا. ونرى أنسازيو خايفة ومسكة بتشينجون، ويقول تشينجون بشكل غير متوقع أصبحت فريسة صيادا. ونرى وو يقول تشينجون يجب أن تغادر الآن فرصة جيدة، ويقول تشينجون إذا سمحت لي بالرحيل سأذهب إلا أن أفقد ما وجهي. ويقول شباح أشباح الثبات الأبيض والأسود أبروحهم ضربا من أجلي، يتركوا أنفاسهم الأخيرة لقبضها سمعا وطاعا. ليس من الطبيعة أن أعاني مثل هذا الخسارة الكبيرة وغادر دون ربحي شيء. اليوم أنا على وشك قضم قطعة من اللحم سلالا أنزوه. يا رفاق غادروا أولا، حسنا كن حذرا. ويأتي شخصا خلال تشينجون ويقول تشينجون ذهب للجحيم. هنا تشينجون يأخذ النفس ويقول إذا لم أستعرض قوتي فتعتقد حقا أنني قطة ضعيفة لأن أرى حرقهم. ويقولون آه النار هذا ولماذا لا تنطفئ، حرج تساموت. ونرى تشينجون يقول ها، ونرى شخصا نهاجم بهجوم قوى نحو تشينجون. ويأتي تايبا ويقول له تجراتم على قتل جلاته، هذا جريمة نكران تستحق الموت، ويمحو الهجوم القادم. ويقول لهم كفاك كلاما، دعوا قوتكم تتحدث بدلا عنكم. ويقول تشينغ جون هي الرجل عجوز، إذا تمكنت من النجاة من 3 هجمات على جين تشينغ داشيان سأعترف بالهزيمة. ويقول يا للغطرسة شيمن جي شيخ العظيم القاعة السيف الحاكم. ونرى تاي باي يطلق هجوما ليضرب شيمن بعيدا. ونرى أحدث انفجار خارج القاعة. ويقول تاي باي سموك هل نرحل؟ ويقول تشينغ جون يجب أن نقتله وهوان قبل المغادرة، حسب ما سمو يريد الثار المتاعف سوف رافقك. وينطلقوا نحوهم. ويقول باي ها صاحب السمو سرافقك أين أيضا. ويقول داجي أنا أول من رافق سمو لذا من الطبيعة أن أتي. ويقول تشينغ جون حسنا مع وجودكم إلى جانب سننقلب سلال نانزور رأس علاقب. وهنا الجميع ينظرون إلى تشينجون ورفاقه ويقول لهم أوقفوه، وينطلق الجميع خلفهم. ويقول الشبح الأسود وهو يضحك يجب أن تتجاوزني أولا. ونرى الأبيض الشبح يقاتلهم ويضحك عليهم. ويوقفك تشينجون ما زلتم تجرون على مطاردتي. ونرى يخلو السلاح ويبدأ الرمي عليهم. ونرى يطلقون حاجز التصدي. ويقول باي حفنة من الحشرات. ويطلق سيوف أيضا بالهجوم نحوهم. ويقول سيوف قادمة لا يمكن اختباءه هربوا. ويقول تشينجون يوجد بالفعل عدد كاف من التلاميذ في قاع سيف الحاكم. ويقول تاي باي قاع سيف الحاكم قوي للغاية وقد تجاوز عدد التلاميذ 1 مليون بالفعل، ولديهم أكثر من ثلث القوات المتبقية في العاصمة الإمبراطورية. في الواقع وفقا للغس السليم من الصعب جدا على قوات العدو اقتحام العاصمة الإمبراطورية نظرا لوجود تشكيلات في العاصمة الإمبراطورية، حتى لو كنت أرضى خيارة فمن الصعب اقتحامها. يفكر تشينجون بهذه الطريقة قد يكون الصعب مغادر العاصمة الإمبراطورية. لا يهم يجب أن أقتله أولا. ويقول آه صحيح ماذا عن كلب لواء؟ ويقول تاي باي طلبت منه التسهيل لقمة القصر بهدوء باحث عن بركة الاستحمام الرعدية. ويقول تشينجون ماذا هذه البركة مهمة
ويقول له تايبا يمكن حمام رعد أن يحول الشخص تماما خاصة بالنسبة الساقط تنقية جسد من ذين جاء صاحب السمو إلى مملكة نانزو لأنك اكتفيت هذا وسنحميك في ذلك الوقت ولا يحدث قتال شرس تاها يحتتم ويقول معركة تقترب من نهايتها ونرى شيئا ممسك الأمبراطور ومصاب بشدة ويقول تشينجون وجيه أحضر إلى أن سأقتله بنفسي ويقول صاحب السمو وانا تشين وجون يقول له انت مسؤول عن كل هذا ويهاجمه ويقول له الامبراطور توقف ويفك تشين جونغ تنطق في اللحظة حرجة وتريد ايقافه مستحيل ويضربه بشدة ويصرخ للامبراطور ويقول له تشين جون يجب ان تموت مغرور ويتفق تشين جون وانا رايت تهجوم ويقول له تشتهي الموت نحوهم ونرى شايق لها ويتصدى شال هذا الهجوم ونرى الامبراطور الاول مملكة نانزو باي جونغشو ونرى يقرمه ويقول تايباي الامبراطور السابق نانزو باي جونغشو لم يموت بعد ويقول لباي جونغشو من انت ويقول شا انا شا ووجينغ وينطلقون بالتصادم ويكون قتال شرس بينهم ويقول الامبراطور تشينغ جون أريدك أن تموت وأنا رايح أحاول أن يحدث انفجار أو شيئا ويقول تايباوي والداجي صاحب السمو ويقول تشينغ جون ابتعدوا ويأتي النظام دين تم اكتشاف آلة التنين بعد في الامتصاص وأنا أبدأ يبتصر الامبراطور ويقول الامبراطور لماذا أنت حتى النهاية وأنا أصبح وانا النظام قدين قتل الشخص القوي في المرحلة الاولى من عالم العجائب السماوي وحصلت على 1,920,000 نقطة خبرة دينغ تاني مضيف على اختراق عالم التحول البشري دينغ تاني مضيف على اختراق المستوى الثالث من المستوى البشري دينغ من ذين قتل مضيف امبراطور ستم مكافأة المضيف بفرصة استدعاء جيش الحكام والشياطين دينغ تم اطلاق المهمة الرئيسية باطر المياه تفاصيل مهمة اقتل 100 من الباطرة على الاقل امبراطور المملكة بعد اكتمال المهمة سيزداد مستوى المضيف بمقدار 4 مستويات وسيحصل في نفس الوقت على فرصة لاستدعاء الحكام والشياطين فرصة سحب بها نصيب عشوائي فرصة نقل المهارات وفرصة لاستدعاء الفيلق الشيطاني ونرى سعيد جدا ونقوله لقد فزت بالجائزة الكبرى وتقول لداي صاحب السمو ما خاطبك ويقول تشينغ جون حسنا لقد اخترقت التو مرة أخرى ويقول لتاي باي سموك هل اخترقت بالفعل مستوى الثالث من عالم التحول البشري وانا اتفاق تشينغ جون ويقول له بسبب مهارتي أراد له هو التشهير بي لكن انتصرت هالة التنين بدأ من ذلك هكذا إذن وانا يقول المعركة تنتهي بعد ويفكر تشينغ جون وشي جينغ هو شخص قوي في المستوى التاسع من عالم خالد ويملك الباي جوجو مجارته محاربته بالتساوي ويقول تاي باي قاعدة صقل هذا الشخص مماثل تماما قاعدته وخبرته القتال ما تقوية للغاية سوء الحظ فهو يقاتل ضد شاو جينغ ويبدو انه سيخسر في وقت قصير ويقول باي تشونغ شو انا لست ندل هذا الرجل لذلك علي ان اهرب اولا واطلب تعزيزات الجنود خلال ذلك مملكة نانزو في خطر وانا احاول اوروبا ياتي شالي الهجوم مباشرة ويقول تشينغ جون هل يريد الهرب ويقول شا صاحب السمو ذلك الرجل بطريقة ما حصلت يده على لفاف الفضاء واستخدمها للهرب بعيدة ويقول له تشينغ جون ان سلام ردع يركض ذا باس ويفكر له مغميت وباي غوانزو في حالة هروب يعني تمكن راحت في سريان نانشو من ايقاف الان ويتكل باللواء ويقول له جلالتك لقد وجدت بركيولي ديوان باي تعال هنا ونرى الطائر طلع يوان با ويقول صاحب السمو هل انت بخير ويقول تشينغ جون انا بخير دعنا نذهب الى بركيولي لنبقى النظرة ونايم انطلق الى البحيرة
ويقول ماذا نفعل الآن؟ إنهم ينظرون إلى البركيول الآن، ما يمكن أن نفعل. حتى إمبراطور لو هوانغ وباي وانزو لم يكن يضاياه، كل من يصبح خصمه سيواجه الموت فقط. ها ماذا؟ سنداهم حقا يسحقون سلالتنا نانتشو هكذا، لماذا لم تفعل ذلك الآن؟ الآن نحن نتحدث بسخرية. ويقول يبدو أن يجب أن أبلغ السيد بعض المسألة، وأن الشبح يراقب، يجب علي أن أسأل السيد في أخذ قرار مسألة قتل تشينغ جيون. وبركيولي داخل هذا الكهف، هيا ندخل نلقي نظرة. وهذه بركيولي، وأنا طقطقة. ويقول تايبا صحيح سموك ابط بسرعة. ويقول تشينغ جيون لن أموت، يبدو حمام الرعد ضمره أكثر من الضيق السماوي. وتقول داجي صاحب السمو عليك أن تتحمل مصاعب تصبح سيدا. وانا ينطلق تشينغ جيون يقول أحمق قاتل لا تكون جبانا أمام النساء. وانا يهبط ويقول هذا يؤلم ليتدرب، وانا تخرج روح التنين. ويقول تايبا سموك لا تنسى استخدام التقنية. ويقول لأجل. وانا يقول تايبا شخص واحد يبقى انا والحارس الباقي بالخارج ايضا من الذي سيعيد فهاي وشاولي. وتقول داش سابقى انا هنا وحرس صاحب السمو. ويقول باي يوان باي هيا نرجع هنا معا. ويقول بحسن نذهب. وانا تشينغ جيون يتدرب وتراقب داجي. وقتل امبراطور لي، وانتشرت الانباء التي تفيد بان امبراطور اسطور السابق باي غونزو قد انتشر ايضا في جميع انحاء الاسرة الحاكمة والبلدان التابعة لها، وصدم الجميع من التغيير. كما انتشر السمعة تشينغ جيون وغيرها تماما، وباسم السيد العلا أصبحت أكثر شهرة. وبعد 10 أيام، تقول الأميرة بعد 10 أيام فقط وصل تشينغ جيون المستوى الثالث من غرس الإفخار أستيا الخالد الفاجر المكسور هذا مذهل. وتقول داجي صاحب السمو يجب أن يستيقظ قريبا. وانا تشينغ جيون يقول فرصة استدعاء حكام الوحوش مرة واحدة في الشهر، مر شهر آخر نداء النظام. ويقول النظام استدعى شيطان الحكام في عشوائية، تم الاستدعاء العنصر الصقل القوة غير معروفات. اوه هيا يكين هناك رسمة اخرى عشوائية، دعنا نرسم هذا اولا. بدأ الرسم العشوائي وتخرج تعويذه. النظام تاني مضيف على رسم تعويذه. النظام يمكن تلميذ تنفسا يخفي تماما فاس المضيف وشكل جسمه. والنسخة المحسنة من التعويذ الخفية حتى القوة في أرض العدل الحقيقية لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة ولا يمكن أن تدرك. ويقول تشينغ جيون المرة البنود اللائقة بالمناسبة. النظام إذا رسمنا جيش الحكام والشياطين متى سيصلون؟ هي نفس الحكام والشياطين كل يوم. ويقول النظام نعم إن نفس الحكام والشياطين سيأتي في غضون يوما. ويقول تشينغ جيون نعم علينا أن نحجد وقتا ونستدعي جيش الحكام والشياطين ونرى خارج كيف جالسين. وفاي استيقظ أميتابا. ويقول كلب العواء أخيرا هنا، وأنا شخصا بالبرق يأتي. ويقول تاي باي رجل عجوز هل عدت للموت؟ ويقول باي تشونغ شو اليوم أنا سوف أجعلك تخرج من سلالة نانتشو وأنا مخترق. وينطلق نحو الشيار يتصادمون مع بعض. ونصير قوي. ويقول باي تشونغ شو الهدف ولقد ضربت شاب الأرض. وانا احس داجي بالاهتزاز. وتقول الاميرة ماذا حدث؟ وتقول داجي صاحب السمو باي غونزي قد عاد. ويقول باي تشينغ جيون دعنا نغادر ونلقي نظرة. وانا ويخرجون. ويقول تسكي هذا الشخص تجرى على العودة. ويقول تاي باي سموك اي باي غونزو يبدو انه اجتاز مستويين عاليين جدا من السلاح السوري الذي يجعله يستطيع مقاتل اشياء وانغيغ. ويقول تشينغ جيون وانغيغ خسر لن نموت كلنا. ويقول تاي باي لا تقلق لا يستطيع وانغيغ ان ياخذه موقتا حتى لو كان يعمل سلاح سهرية في المستوى فانه
ايغون غزو ليس خصمة بعد كل شيء طاقم شياطين وغير هو امر استثنائي. ويقول تشينجون هذا جيد ها، وينظر ويقول يبدو ان هناك زوجة من عيون في الرعد. ويعود شاي يتضارب مع بايجونشن، وانا بايجونشن يتراجع ويقول من تبحق الجحيم. ويقول لك يا ستعرف حتما عندما تذهب للجحيم. ونرى تشا يخرج قوته ويقول بايجونشن هذا جنون، ويطلق هجوم النحو اشياء. ونرى تشا يحاول تصد لها ويقول تابع لقد اتضح انه سيف سحري. ويقول تشينغ جون سيف سحري، هل هناك علاقة سرية بين بايجون جوزو ومداو، او هل السيف السحري له علاقة بهذه العيون عيون الشيطان؟ وانا يقول لش هذا بلا الجحيم. ويقول بايجون شو انقذني يا سيد جو، وانا تخرج السيد من جو يد من السماء. ويقول له توقف، وانا يتصدى ليرمي شا بعيدا. ويا متفاجئ تشين جون، ويفكر تشين جون لقد قتل القوي شاو جينغ فورا، الوضع ليس جيدا. ويقول اسود ساخذك العالم السفلي يا صاحب السمو، ان تحصن جيدا باستخدام طريقة هروبين يانغ. ويقول تشين جون يمكن ان اتخذ الجميع الاسفل. ويقول شبح الاسود لانكم بشر احياء، لذلك يمكن ان ناخذ شخص واحد فقط في كل مرة. ويقول الشيطان لا تجلس إلى ننزو تعاني من مثل هكذا حادث، لقد تضع أن كان هناك حكمة في أرض الجن. هنا الشبح ينظر إليهم إلى تشينغ جون ويفكر تشينغ جون الملك قادم. ويقول شكرا للمساعدة يا رجل حكيم بايجونشو. ويقول جو لم يكن اتوقع ان سيادتك نانزو، سيادتك نانزو ستنتهي هكذا على يد عدد قليل من اجل الناس، على الرغم من هذا فان الفتى الصغير بلا ما هو بلا سيئا، لكن يمكن قد تتحكم في عدد كبير من الاشخاص الاقوياء، يبدو ان هناك قوة كبيرة خلفك. ويقول تشينغ جون اوه ليس من شأنك. ويقول باي يومبا لا تخاف يا عائلة السمو، لو أراد قتلك يجب علي أن يتخطى جثة يومباي. وتقول أمبيرا سنقاتل معها حتى النهاية يا أخي تشينغ جون، الحكم والموت شاء طلب الخير. ويقول باي جونشيو ترسل إليك أن تقتل أذان مزارعان من أرض العجائب المقدسة يا سيدي جو، وأنا سأتزم باتفاق بيننا بيني وبينك بكل تأكيد. ويقول اتفقنا. ويقول كب الهواء لقد تم اتفاق على أن يستخدم جلات الأبد، كيف يمكن الجلات أن توقف هنا؟ وأنا يخرج قوة كب الهواء السماء شياو تين جو. ويقول باي جونغ شو الغضب الصاخب بيطلق هجوم نحو عواصم، لكن عواصم يتصدى لهذا الهجوم القوي ويهجم مرة أخرى عواصم لباي جونغ شو ويرمي بعيدا. ويقول تابا تنجو. ويفكر تشينغ جون لم تقلنا بعد خروج كلب شياو شيان ان يمتلك القاعدة الاساسية في الارض الجن. ويقل النظام عندما تم استدعاء اول مرة في ذلك الوقت كانت قوة شياو تنجو قوية جدا، وكانت امكانية تنجو وكانت امكانية رسالة غير محدودة، ولكي يحمل مضيف لان لقد حصل قوة قتالية كبيرة. وانا رجو الشيطان يهاجم كلوية السماء، وانا تصادم قوي بيناتهما ليبدون الضحك ويقولون لقد قتلوا ابيهم واستيقظوا ديمو انه شيطان هربوا. وانا الشيطان دي جو ويقول ليس كافيا ان قابل كلب لا هي قوة، هنا لا افكر بهذا حقا ممتع. وانا كلب يحاول الهجوم علي. ويقول له الشيطان جو سأعطيك ثلاث محاولات تتخطى أنفاسك كن حيوان الأليف ولا فلتموت. ويقول تشينغ جون ويلين تشينغ اصعد على الأعلى وساعد الشياطين. ويقول هسا وينطلقون نحو جو وفير يا تشينغ ويهاجم الشيطان ونرى يضربهم. ويقول لهم ماذا بلا فادة لن يستطيع أحد حمايتك اليوم،
إذا ركبت وسط ليلان لا زال فكر في أن أحتفظ بجسدك كاملا. وقلت جون اللعنة على صحيح أن الإنسان سوف يموتنا اليوم ونرى شخصا يأتي هي من يجرى أن يجرحني. ويتفاجأ جون بالنظام دينغ لقد حضرت الحكام الشياطين فطير الفتى الأحمر الرضيع المقدس والقبيح الكبير من الرحلة إلى الغرب. الفصيلة وحشية تفاصيل فصيلة العجائب الحقيقية من مستوى الثامن كونغ فو الوحشي وان جونج كنز سحري نازانج التي تشير إلى الرمحة الخارقة. العادة القدرة ناسا ماد الحقيقي ياكسي متغير حكام. ويفكر تشينغ جون وهي الفتى الأحمر لقد تحول إلى الفتى الأحمر حقا. هذا سبب الصداع الذي لحق بك يا أخي هو إنه لا يزال في أرض الجن. هذا الفتى الصغير يستطيع أن يهزم أي شخص في الوقت الحالي بكل تأكيد. أين هو الآن؟ وانا قد امتتلك البلوى والسماء الفتى الأحمر لقد أتيت هنا من أجلك يا صاحب السمو. ويقول لتشينغ جون يا اقتل أيها الفتى الأحمر. ويقول الفتى الأحمر تحت أمرك. وانا الطفل الأحمر يهاجم مباشرة ويحاول دفاع جيوش الشيطان لكن دون فائدة. ويفكر باجونش وتكيوني التعويذ الشهيرة من السلاف القدماء لقد احتاج حركة واحدة فقط تغلب عليها كيف يمكن هذا. وانا يفر رمحة ويقول هذا مسلين. وانا يقول ماذا الطفل الاحمر وانا رأيت عجوزا. ويقول الطفل الاحمر لقد اوقعت بك اوقعت بك. وانا رجو ويقول تبا لهذا فتذهب للجحيم. ويحاول حرق الطفل الاحمر ويقول له ما هذا نار ومتصد لها. ويقول للعجوز جو كيف يمكن ان يكون هذا معقولا. ويقول للطفل الاحمر دعنا أريك النار حقيقي سيد العظيم سمادي ذلك تعرف مع من كنت تعبث. وانا يحرق الشيطان جو وانا حقق بالكامل. ويفكر تشينغ جون فتايرا لاجب ان الاخ القار سيقاتل بحذر شديد. من يستطيع الصمود في وجه نار سمادي؟ يبدو ان كان يجب ان حرق السيد قديم وتحول الى رماد. هم بالمناسبة انك شخص اخر. وانا را ايها الطفل الاحمر اقتل من اجلي. ويقول الاحمر حاضر سيدي. وينطلق ويضعك نحو بايجونشو. ويقول بايجونشو ما تبحق الجحيم لماذا تساعد؟ ويقول احمر ايها الجد انا الملك الصغير مقدس الطفل الاحمر تذكر اسمي وساعدني في ان اصبح مشهورة بعد الذهاب للجحيم. ويقول بايجونشو هو يخرج اللفافة الطفل المقدس عليك اللعنة حقا لا احتمل هذا ساعد مرة اخرى. ويحاول تفعيلها يتفاجأ الطفل الأحمر لكن يضربه. ويقول لا ما تزلت تريد الهروب من أمام في أحلامك. ويقول بايجونشو تبا الوغد يبدأ الضحك على الأحمر ويحرقه. ويعود ويقول صعب السمو هيك تراية. ويقول له تشينغ جون أحمق كيف أتيت ببطء شديد؟ إذا عدت مرة أخرى ببطء شديد في المرة القادمة فكن حنظر سأعاقبك. يبدأ الضحك أحمر. ويقول تشينغ جون اسمعوا لي أقدم لك ماذا هو الفتى الأحمر. والنظام أبدأ استدعاء الفيلق الشيطان بالصدفة اقترض الفتى الأحمر يالي من محظوظ بدعو الفيلق دينغ بقوا متابعين يا سادة الحرفيين بارعين لا يجب أن يسجنوا. يجب على الألف من القوات والخيول أن تتجنب الرداء الأبيض. تاني المضيف لاستدعاء الفيلق ذو الرداء الأبيض جيش ذو الرداء الأبيض ذا الذي لا يقهر الجناش كينشي مستوى الأول من عالم جندان. سمات الفيلق الانتصار على الكثيرين بقليل من أعضاء الجيش الذي لا يقهر. نظر سماتشي كينشي العالية وعدد لا يحصى من المتابعين له فقد تم ضمه في النظام الأسطوري. فمستوى صقل الجيش الأبيض يعتمد على البناء التأسيسي الإجمالي لألف جندي
7000 جندي ويقتلون هناك ذروة عسكرية تبدو قوي جدا وانا تطلب بالفعل وصوله وانا اتخذ فهم شخص ويقول شكرا جزيلا لك يا سيد زال العدو القوي الذي كان يقوم امبراطوري نانزو ويقول تشينغ جون او جيان ماذا تريد ويقول اريد ان امر بصفقة مع السيد سيقضي القائد الآلة على قاسف سما وعلى بيغو وطائف أخضاء شياطين وطائف شينجو وطائف الأخرى بالنسبة لي ويساعد فينا أصبح الإمبراطور وعندما يصبح الأمير الملك سيقود أسرة نانزو تصبح دولة تابعة لمملكة كيانو ويفكر شينجو نعم لقد توفي إمبراطور سلالة نانزو بالفعل ما لدى من المساعدة الآخرين إنه ليس شيء بشي جيد بالنسبة لي ويقول تايباي صاحب السمو لا تطمع في عرش سلالة نانزو إذا لم يتم توريثها من قبل أحد المواطنين الأصليين فسيتم تقييد صقلك بواسطة شي خاص بك ويقول تشينغ جون يا لا إنه شي مرة أخرى لحسن الحظ تايباي قد ذكر في وقت مناسب ويقول أنا عدك بالنساعدك وأما لا تخوني ولا يمكن مساعدتك ومساعد الآخرين أيضا ويقول لا أجر على ذلك ويقول أحمر سموك إنك سلاح سحري قوي إلى سور هنا هل تريده ويقول جلالك لا يمكن أخذ هذا السلاح المهم من إمبراطور نانزو الخاص بنا ويقول لتشينغ جون هل تريد حق العشم تريد أن تأخذ الكنز لا ينبغي أن يكون الشخص جشع جدا ويفكر لا يمكن أكون جشع هذا السلاح المهم من إمبراطورية على وشك أن يتم سلبه وبالتأكيد سيتم استفادة شيء من سلالة نانزو لا أستطيع هزيمة تشينغ جون الآن ويقول تشينغ جون يا الطفل الأحمر أذب أخرج السلاح السري ويقول أحمر حاضر ويحطم الأرض ويخرج السلاح ثم يأخذه ويعود تشينغ جون ويقول لصاحب السمو حصلت عليه ونرى تايبا متفاجئ ويقول هذا هو سلاح تشي السحري وتكون النهاية. أتمنى يعجبكم المقطع وتضعنا لايك واشتراك بالقناة وشكرا جزيلا لكم.